يقول هل أنزلها الله عز وجل أم لم تنزل؟ العلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء على أنه قد أنزلت على بني إسرائيل. قال الله تعالى إني منزلها عليكم، فقد أخبر بتنزيلها ووعد، والله لا يخلف الميعاد. وقيل وهو قول مجاهد والحسن إنها لم تنزل، لأن بني إسرائيل لما ذكر الله تعالى عقوبة كفرهم لو أنزلها ولم يؤمنوا خافوا على بعضهم من أن يكفر بعضهم فيناله العقوبة، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والمسألة فيها قولون، والأقرب والله تعالى أعلم أنها أنزلت عليهم، وبه قال جمهور العلماء.